أولا احنا شاكرين لكم على المبادرة. الله يتمنى. نتمنى إن شاء الله تكون اتفاقية خير وبركة على الجميع. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر معالي الدكتور أحمد العيسى على يعني حرصه الدائم في خدمة قطاع المعلمين والتعليم بشكل عام. اتفاقية اليوم يمكن أكثر كان فيها تركيز هو الاستفادة وزارة الإسكان من الخبرات العملية والعلمية من ومراكز الأبحاث المتواجدة في الجامعات السعودية والدراسات التي تم عملها في السابق وما سيتم عمله لقطاع الإسكان بشكل عام. نعتقد حنا نملك مراكز أبحاث جديرة وكوادر علمية جديرة بالاستفادة منها، ونتمنى إن شاء الله أن نجد أثرها في قطاع الإسكان قريبا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية لا شك أن قطاع التعليم أو كوادر التعليمية تمثل عدد كبير في نسبة كبير من المواطنين المؤهلين لدخول الإسكان، ونتمنى إن شاء الله سويا أن نجد حلول إسكان تعليم في نفس هذا المجال، فإن شاء الله ننترون صداها قريبا إن شاء الله. نعم، ربما هذا الصدى جاء بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. كيف ستساهم تلك المذكرة في تحقيق تلك الرؤية؟ طبعا 2030 كانت أحد أهم يعني المعالم فيها هو ربط يعني الجهات مختلفة بهدف واحد. يمكن لاحظت في 2030 كانت مجتمع حيوي ونهتم بأسرنا، وأسرتنا كان فيها قطاع التعليم والصحة أحد المحورين الرئيسيين فيها مع الصحة. فإن شاء الله مثل هذا التكاتف إن شاء الله وهذا العمل يعني سويا نخرج إن شاء الله بما يعني بمبادرات وبحلول للوصول إلى الهدف المبتغى إن شاء الله. حياكم الله. اختيار وزارة الإسكان لا شك لوزارة التعليم للاستفادة من مراكز البحوث في الجامعات يعتبر قيمة جيدة لجامعاتنا السعودية، تعليقكم على ذلك؟ أولا أنا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن سهل مثل هذه الاتفاقيات والتعاون مع بين الجهات الحكومية، وأرحب طبعا بمعالي أخي المهندس ماجد الحقيل على حضور الوزارة. لا شك طبعا أنه مثل هذه الاتفاقيات تسهل عمل التنسيق بين الجهات والتكامل، وإحنا طبعا في وزارة التعليم نرحب بمشاركة كافة القطاعات الحكومية. القطاع التعليم قطاع كبير ومتشعب ولديه العديد من الكوادر والمؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية، وبالتالي طبعا هناك فرص كبيرة لاستفادة هذه المراكز وهذه الجامعات من مما يطرح في القطاعات الحكومية من مشاريع ومبادرات، وبالتالي طبعا احنا مستفيدين من هذه الاتفاقيات ونخدم ايضا القطاعات الحكومية الاخرى. جامعاتنا طبعا لديها كوادر كما اشرت، كوادر علمية وخبرات كبيرة تستطيع أن تقدم ما لديها للمجتمع الخارجي، وهذا ما نطالب فيه دائما، أن تخرج الجامعات من البحوث العلمية البحثة إلى البحوث التطبيقية التي تخدم القطاعات المختلفة. كما أشار أخي معالي المهندس ماجد، قطاع التعليم أيضا سيستفيد من برامج الإسكان، ومنسوبي التعليم يتطلعون أيضا إلى الفرص الموجودة في قطاع الإسكان، وبالتالي هذه الاتفاقية ستسهل التعاون والتنسيق بين الجهتين. شكرا لكم.